انتي اتشهرتي بصوتك قبل وشك؟ قبل لانه انا بدات اعمل دوبلاج وانا عندي 10 سنين، صغيره قوي، بدري قوي. عندي 10 سنين. اول حاجه دوبلاج عملتها كان عندي 10 سنين. وبعدين انتي اي حد بيتصل بمطعم بالموبايل؟ لا ساعتها كان دوبلاج كرتون. ده دوبلاج كرتون. لا وكمان بعد كده بقى اللي هو الاي في ار والحاجات دي، صح؟ اللي هي بتاعه التليفون وكده، دي شركات. طب يعني بقى، طب قبل ما نرجع للكرتون او الدوبلاج، كنت بتعملي ايه في الاي في ار يعني نفسه؟ قولي. عايزه اقول لك انا اخر مره اتكلمت على الموضوع ده قعدت شهرين صوتي رايح بعدها. مضحك جدا. لا بس بجد، يعني الحاجات اللي هو الطبيعيه بقى. يعني كنت مثلا كتير قوي، لا بالصوت، الكارتونز مثلا. يعني للكارتون دي دوس نجمه، ولو عايز اغنيه تامر حسني دوس اتنين. ده كانت حياتي لمده سنين. طب قولي لي بالانجلش كمان. Thank you for calling customer service. One of our representatives will be with you shortly. مثلا. وفي ناس ريكوست اكسنت اللي هو لو في ناس تقول لي لا عايزينها امريكان اكسنت، لا عايزينها بريتش اكسنت، لا عايزينها مش عارفه ايه. طب لو حد طلب منك اي اكسنت ثانيه هتعمليها؟ اي اكسنت ثانيه في العموم؟ ما يعني جربتش. هندي بيتكلم انجلش. طبعا انت عارفه الهنود لما بيتكلموا انجلش بيبقوا عاملين. ايوه صح. عمري ما فكرت فيها. بس لا يعني في اكسنت اوضح من اكسنت، يعني الفرنش اكسنت واضحه. يعني مثلا اديني اكزامبلز بقى. هقول لك ما تقعديش تقولي لي. لا هقول لك عشان اللعبه دي عجبتني. استني ثانيه واحده. يعني مثلا لو حاجه امريكان اكسنت عادي، ممكن تكون مثلا Thank you for calling the specific restaurant. We'll be with you shortly and we will try to make you have a fantastic time. مثلا لنفرض. طبعا عمر ما هيكون كده. بس لو بريتش هيكون مثلا Welcome to and كان اسم the restaurant. You are one of our favorite customers and we will always be happy to serve you. دي مثلا لو بريتش. لو فرنش، for example, I can have a long conversation with you. They do not use the H because they don't have it. They do not also have the TH. Of course, it's not the same. The R, of course, is always comme ça, you know, different. But yes. هايلة والله. بس برضو ما قلناش الهندي. ما اعرفش اقول هندي خالص، مش عارفة. بس اكيد في حاجة يعني ما اعرفش، اكيد لو فكرت فيها هتيجي. لا الروسي بحبه برضو قوي لانه عنده انا ما رضيتش اقول لك دلوقتي. الروسي they are very strong people, they talk in a very specific way. You understand. هايلة بالظبط. حلوة أوي اللعبة دي، ما لعبتهاش قبل كده. أنا الناس هتتصلى عليا تسلم. طب الإيطالي كل واحد يشوفني هيقول لي إيطاليان؟ Italian people are very passionate people. You know, they talk like this. They eat a lot of wonderful food. They want to be hospitable. You understand? I think this is how Italians talk, I think. تجنني. دي ارتجالات كلها بقى، معرفش كده. هو ده بقى اللي فكره الصندوق، اللي هو عندك ايه تاني في الصندوق؟ هايله. لا 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 هايله. طب فرنساوي هايله.